استقبل الشيخ الدكتور راشد الهاجري رئيس مجلس الأوقاف السنية السيد أيمن مازيك رئيس المجلس الأعلى للمسلمين في جمهورية ألمانيا الاتحادية والسيد عبد الصمد اليزيدي الأمين العام للمجلس خلال زيارتهم لمملكة البحرين بحضور عدد من أعضاء مجلس الأوقاف السنية ومدير الإدارة وعدد من المسؤولين وتم خلال اللقاء تأكيد أهمية تعزيز التعاون بما يحقق النفع في المجتمع وتوسيع وصل التعاون البناء المثمر من جانبه عبر رئيس المجلس الاعلى للمسلمين في المانيا عن بالغ الفخر والاعتزاز بالنهج الحكيم لحضره صاحب الجلاله ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في ترسيخ قيم السلام والانسانيه مثمنا ما يقوم به مجلس الاوقاف السنيه في تعزيز القيم السامحه للاسلام الذي يدعو الى السلام والمحبه والاحترام المتبادل